ميرسي سي الحبيب يعطيك الصحة. بيوتيور أسئلة تتبع عائلتي تتبع بنتي تتبع ذيك ما نجاوبش عليهم عائلتي الخاصة ما تجيش بديش في الراديو. إيجا إيجا نقول لك يعني ما حكينا أحنا الكونسيبت الجديد الكونسيبت الجديد إنه عندك الحق إنك ما تجاوبش على سؤال عندك جوكير وما تحكينا نكتة. تفضل عندي حتى مشكلة. بيل المساوي مرحبا. هل سبق ومريت بضائقة مالية وملقيت حد وقف معاك من الناس اللي دايرة بيك واللي خدمت معاك وصلت أصلا تخمم باش تبيع أشياء خاصة باش تنجم تسلك أمورك؟ لا مش لك الدرجة نبيع أشياء خاصة ما عندي ما نبيع ما نعرفش أنا تصرف نقولوا أحلى صارت إيه تصير ضائقة مالية خمال الواحد ديما الفوق أودي أودي با تصير ذا صارت لي ضائقة مالية مي الحمد لله لقيت لقيت كتف نتك عليه و من الساحة ولا من صحابك؟ أصدقائي عندي صديق عندي صديق عزيز عليا وفهمني ولا مش من الدومين لا لا من الدومين دونك لقيت وتحية الباك نتاعي زاد استرجلت معايا برشا باهي باهي سايبة الروج باهي مهم مهم معناها إيه ثقة مالية تعدى وسيرتو تعرف أنت كورونا دونك تتعطل برشا تبدا ديكاشي ما يتصبوش شيري مخر شيري مخر ليميديا تاحت وقتها الشرمة يقول لك نعطيك شطر واصبر عليه في شطر وكذا ودونك وأنت تعرف الواحد يبدا حياته مبرمجة على صوم معينة بتاع شهرية وكذا دونك سي نورمال الحساب باش تدخل بعضها مخبي تفتوفة تاعتك تصرف منها بيان سور فما اللي في الكونت بلوكي هذوك ما يتمسوش تقعد تبكي عليهم فهمني حتى كي تقرق بالبنكاجية تقول لك والله تقول لي كي تموت غادي قدامي دونك الحمد لله معناها تصير الأزمة وتجاوز منها والحمد لله رب العالمين الحمد لله فكرك اللي عندك الحق في سؤال ما تجاوبش عليه مرحبا بليل مساوي نرجع بيك للبريود نتاع القراية لأنك نادم ما كملش قرايتك وما خديتش شهادة في المجال نتاعك لا با دو تو بالعكس كملت انجليزي أنا الثانية انجليزي كي كملت راني ما نتصورش كان جيت الدومين هذايا عملت انجليزي بالحق والله ما كان ممكن وتصور روحك كان كملت راكش من راش ما علاش يفهم في الانجليه هو ماستر تولي بروف ما ادري شنو اما لي من انا ما نتصورش انا نحترم البروف في الكلاس نحترم نحترم انا نتصور كان جيت كملت راكش ما مشيتش في الطريق نتاع لا هو اجا نقول لك هو احنا كنا احنا خاطرين بابا رجل تعليم يعني استاذ عربي وبعد ولا مدير معهد وكل ما شيء دونك بابا يمن يسر بالقرايه والشهاده هي الكل وخذ شهادتك معناها وعنده في مخه ديما تمشي تخرج لبرا تكمل قرايتك في تونس تخرج لبرا خويا كمل قرايته مشى كمل قرايته برا دونك كان نفس البرنامج هو معناها محضره لي انا فهمت صحيح انت علاش لهنا خذ شهادتك برا مش كمل اقرا الانجليزيه لبرا شوا ما عملت شوا والحمد لله فرحان به عملت شوا وفرحان به معناها مانيش الحمد لله عملت شوا بيني وبين روحي معناها اختيارات مش اي حاجه تبدا فيها تكمل فيها تاخذ نفس التجربه كانت تعاود التجربه نعمل نفس التجربه نفس الشوا نفس الشوا نعمله هو بيدو مقتنع بيتر اي نعمله هو بيدو هو بيدو نبدل فيه حتى مش قلت ما نرجعش لتونس في تصريح ليه هذيك وقتها بابا عاد هذاك بابا ربي يهديه كنا نعيشوا برا بابا هو اللي احنا معناها كي هو قرر اما هنا قرا في الجامعه اللي هنا تصور في تونس اي هبط نهائي هبط نهائي لتونس بابا ذاك هو اللي قرر ربي يهديه بيان سور واضح السؤال الثالث بيل المساوي هل تخمم انك تعمل مشروع تجاري ما نعرفش انا فين هو يعني حاجه بالضبط وتنسحب جمله من العمل في الميديا تلفزه راديو لا لا الحقيقه انسحب لي انا في بالك مثلا انا اذا مش ننسحب اذا مش نهار نحب نقول يزي ستوب يمكن تلفزه نقول يزي راديو لا راديو نحب الراديو شنو الحاجات اللي تخليك تقول يزي للتلفزه؟ قلق يمكن قلق انا خاطر دوناتور سيناريست معناها نكتب المسلسلات دونك جو بريفير انا نقعد ناخذ الوقت باش نكتب سيت كوم مثلا في رمضان مانيش شكلي ما نحبش معناها نمد وجهي ولا مانيش شكلي اللهم اذا عندي طموح نهار اخر بعد مده وما خاطر انا معناها عندي 10 سنين نخدم تقريبا مع نوفل خدمت في الاعداد وخدمت الحقيقه الى يومنا هذا ما نزلت نحس في روحي مانيش حاضر باش نعمل هكا ايميسيون ولا توك شو ولا ايميسيون تاع دي كرونيك راحتي اي ما نحبش هكا الزربه هذيك شفت برشا عملوها وبيسوا الحيط تاع الجرأه بليل والله شفت برشا عملوها وبيسوا الحيط دونك الناس تسرعت كل شيء يجي في وقته برشا 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 ما نثبتش على سامي توا ما برشا ما دونك ما نحبش واحد بشوي بشوي مازلت صغير ابريتو في العمر 33 سنه مازلت صغير معناها مانيش مزروب على مانيش مزروب على برنامج بالعكس انا ماذا بيا نعمل خمسه سته 10 سيت كوميت هكا يبدوني شحين ونبدا شيخ بيهم ولعبت شيخ بيهم في رمضان بالنسبه لي انا شيختي اكثر من اني نعمل برنامج ولا حاجه ما هي بيوصل على عملك وشيختك اني اكثر ما عادش عمل مش مقتنع به مثلا عمل من عمل مش مقتنع به
يمكن يمكن تسرعت فيه. اي تسرعت فيه هو وما جت الحجر الصحي. الحجر الصحي تسرع مش تسرع بون تسرعت فيه بتدر خاطر وقتها تفر معناها تطلب الوقت تطلب منك اداره الانتاج ما تطلب منك انك تو تو انت في سيتوياسيون وقتها هذيك اداره الانتاج نتاعك اللي خدمت لك سيت كوم قبل خدمت لك الهربه وكما نقولوا احنا وطلبت الممثلين اللي طلبتهم جاوك وخدمت في راحت راحتك معناها اذا هم مش تجبد بيهم فهمت وقت هم طلبوا مش تجبد بيهم تولي كأنك معناها غدار فهمت دونك خدمت وبنش مش معناها مش مقتنع بيه رولا ليه يعني مش كيما حسيت توقعاتك انا منحب انا راني مانيش انا منحب لكنه لو انا المسلسلات اللي في ديكور مسكر ما نحبهاش اللي نحبها ولا نحب نكتبها ولا نحب نفرش الظروف ما الظروف فهمت اي فوالا دونك وقت احنا بدينا نصوروا في الهربه ديجا بدينا نصوروا في الهربه وكنا نجموا نكملوا نصوروه الجزء الثاني بدينا نصوروا وصورنا وقت 10 ايام وصورنا من بعد كيف وليت فيها فما برشا فضائيات اخرى باش تصور فيها كيف وليت فيها اسمعني بلاصه ما تحط لي قهوه علاش ما تحطيش كذا بلاصه ما تجيب 15 فيجورون مثلا السيكونس معينه اسمع ما تجيبش دي فيجورون اي دونك وليت ما عشت ولكن بلال والله والله ثم دي رياكسيون تاع في الحجر الصحي باهي الاخر صغار الساعه ما نحكي لكش انا نحكي لك هو مشكلته راه الكوم مش نقول لك وقتها الكوم راه اما ككاليتي ككاليتي لي ككاليتي نقول لك فهم خير من برشا حاجات قاعده تعدى تو اي خير خير كي تلقى سيكونس ضامره يجي نتحاسب تفضل اي واضح زيد صريح انا راني صريح ولا ما خرجش صريح جدا ولي وسويل وليد انا والله لا انا نحكي لك بمر ملموسه بكلمه ملموسه انا يعرضوني حتى صغار والله العظيم بمر ملموسه اقسم بالله يقول لي انا في حاجه ذا صحي شفتك في الخزانه شفتك تحت الخرج ندرى شنو حيوان كالش حيوان درج ما تثمت انت تشد تم برشا حاجات تشد قلت لك هو راه جوست كوم وبرا معناها نقص كوم حتى تحب ولا تكره الهرب ودنيا اخرى خذوا حظهم في الكوم فهمت وكانوا فيهم بيان سور كانت التشكيله معناها المايونيز خطفت بين الناس الكل كان نكتب كمخرج قيس صغير ككريم كبسيط خدمت الناس الكل فهمت كيما الهربه بالضبط ولو انه نقول لك حاجه هو مش نقول لك حاجه الهربه ما كانش بتخدم في التاسع الهربه كي خدمته كي كتبته كتبته احنا وقتها في الحوار في للحوار في الصيف في 2018 كتبته وقتها جاني زي معناها سيمي نوفل قالوا لي نحبوا سيتكم جديد بخلاف دنيا اخرى وقتها قعدت وخدمت كتبت ثلاث حلقات من الهربه وكان البطل نتاعها كريم اللي هو مش يمثل دور عنتر وكان بسام هو صاحبه شكيب ومعني بون ونعطيك حاجه اخرى زيد او باش نكون معاك صريح على الاخر الابعد ما كنت نتصوره انا نجم نقول لك ندمت اللي عيط لجعفر باش يخدم فيه علاش ندمت اني كي اقترحوا عليا جعفر انا كي قبلت وافقت انت بعد كي شفت شنو صار من بعد ندمت على خاطر كان كان جا البطل حد اخر كان ينجم يقعد الهربه ثلاث اربع سنين يتصور كان جاب كريو بسام نعم بيه ثلاث سنين اربع سنين كان جاب ممثلين اخرين نعم ثلاث اربع سنين مع جعفر القاسمي ما مشيش مش ما مشيش كنت تتصور لا 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 ولا ما كيفاش مش ما مشيش مش ما مشيش هاو نقول لك علاش ريت على خاطر ولا سبب من اسباب مش ليه نجح هو تي هو أي. تي هو خدمتي هو حتى الاغنيه نتاعو في العروض وفي الواحد يخدموا بها الناس الكل هاو نقول لك علاش خاطر احنا كي التزمنا كي نلتزموا كي نخدموا سيت كوم ولا حاجه يعرف وليد نلتزموا نقولوا هذايا بروجي نتاع ثلاث سنين فهمت بروجي نتاع عام خمس سنين سيرار على مدى بروجي على عامين دونك انا كيف كيف جيت وقتها كي حولنا للتاسعه صارت المحوال هذيك للتاسعه بويسكو سيت كوم تاعي انا معناها انا اللي كاتبه في داري وتاعي هذيك تاعي هزيته معايا هذيك سي مون بروجي هزيته معايا واضح ووقتها او باش نحكي لك او وليد دار لي في بيلو في بيلو بها الحكي نحكي لك في الكواليس راه وقتها كان مقابلني في رمضان كريم وبسام في قسمة خيال قسمة خيال صحيح كانوا مقابليني انا ما كانش البطل جعفر كان البطل ممثل اخر ممثل اخر كان مجد بالغيث هاي وانا حبيت مجد بالغيث يعمل البطوله كي كتبته حتى من بعد كي كملت وصلت للكتيبه نحكي ديما مجد على اساس انه هو الدور هذيك يعني شنو تبدل اعمل هكا قد هكا اعمل هكا قد هكا تحب ولا تكره بالمنطق مجد عامتها مازال كي طالع ومقابليني كريم وبسام فهمت كريم وبسام اللي جايين ديجا من دنيا اخرى عندهم الباز صحيح عندهم الباز نتاع السكسي نتاع دنيا اخرى دونك مش يخدموا عليه صارت نقاشات من بعد
انا وسيد المخرج وكذا واداره الانتاج. قالوا علاش ناخذوا الريسك، هيا نجيبوا ستار. انا اقترحت وقتها لطفي، وما لطفي وقتها يصور في شورب. اي فتره شورب وقتها. فما شكون اقترح؟ جعفر. جاء جعفر وانا فرحت وخدمنا ونجح وقتها، وعملنا بيك دوديونس وشيخنا وكل ما شيء، والاول وخذينا بريات وخذينا احسن بري وكذا وكل ما شيء، والناس كل عم تجو وقتاش. علاش قلت لك ندمت انا عيط جعفر؟ على خاطر ريت سيزون 2 جبد بينا ما كانش ملتزم. اي كي رجعنا خدمنا حجر صحي، وبعد كنا باش نخدموا ونرجعوا للهربه، وقت احنا صاي باش نلانسيو مشي بورتو. رانا مصورين دي سيكونس، مصورين دي سيكونس، مصور هو بيدو مصور دي سيكونس، هو مصور دي سيكونس في الهربه 2، ووليد وليد مصور، وليد ديسبونيبل وكل ما شيء. وقتها جعفر قال لي انا مش نمشي، دونك بطل البروجي، طيحوا في الماء. هذه حاجه من الحاجات. انا مثلا يعرف جعفر ويعرف اني مخفي خاطري منه. وقلت له جعفر تحكينا وكل شيء، قلت له حكيتوا من بعد ان شاء الله، قلت له ان شاء الله ما نتقابلوش بروجي اخر. تخمم حتى ما عادش تخدم معاه مره اخرى ولا ما تجيش؟ ولا ما تجيش، فهمت؟ هو سيت ان بروجي وانت نجحت اون بلوس. بعد هو مشى خدم ابن خلدون، شفت النجاح ابن خلدون والبوليميك اللي صارت من بعد، تصريح جعفر، تصريح نجاح الساح. كنت شفت تضحك انت وليد، فهمت؟ شبيكولي. الحمد لله. انا الحمد لله راح لك حاجه برك. لا لا ولا لا نحكي سيريزمون، انا شيخي ما عنديش ما حد حد مشد علي اسمي لطيف. لا لا بلال معروف عنده كلمه يقولها. الحمد لله نقول حاجه برك. اني انا خدمت مع كريم وبسام كل عام خذينا بري، دنيا اخرى الاول الثاني الثالث. كي خدمت مع جعفر خذي بري، وعمل اوديونس جعفر، وعمل سيت كوم نجح في رمضان. يعني حب تحب تفسر لي انه نجاح الاولاد بسام فيصل غيره مربوط بليل مساوي؟ مايونيز تخدم مع بعضها. لا لا نتفاهموا وتعطي برودوي مزيان معناتها صحيت. نتفاهموا كيما بالضبط جعفر، نتفاهمنا وعطينا برودوي مزيان. بعد هو كي لانسينا نحن باش نرجعوا نصوروا الدو، وقتها هو قال لي وما صارت مشاكل مع البرود. صارت مشاكل مع البرود، ومشاكل البرود تتحل راهي تو تار تتحل من المفروض. فهمت؟ ماهيش اشكاليه. وقت قال لي عندي ان بروجي، بعد سمعت اللي عنده بروجي وقت ابن خلدون، ريت معناه ابن خلدون معناه الممثلين بيدهم خرجوا يتشكيوا منه. تفكروا واي تصريحات جعفر وبسام زاد كيف وقتها بالضبط. واضح يا ربي يهدي وكا تويتي تو نعاودوا نخدموا انا وليد ونطلب من الناس الكل. علاش لي علاش لي في بروجي جديد ان شاء الله ربي معاك. هو ان شاء الله فما بروجي الحقيقه ديما مفتوحه راه. هذا شكون تلقى بروجي وسيلة ان شاء الله بالتوفيق. تو بطبيعة الحال ناخذ تفاصيل في وقتها. بلال المساوي سؤال قبل الاخير سي الحبيب، انت قلت بلال قلت جبت على نوفل الهرين ولد ليش بيان سور لقاتني صريح. خلي خويا ناخذ صريح. انا صريح انت حكيت قبيله على نوفل الورتاني على 10 سنين. الناس اللي تقول لولا نوفل الورتاني لم يكن هناك بلال المساوي ولا راك ماكش تخدم، شنو تجاوبهم؟ والله انا راني بيان سور نوفل نتعلم منه برشا. اما اللي ما تعرفوش برشا عباد انه نوفل اتصل بيا وقت انا خدم اي تونسي وبنت ولد وكاميرا كافيه مصلحهم وقتها، بعد صار الاتصال يعني ما جاتش. مش انا بالعكس انا نشجع الناس الكل تعمل لي كاستينج، راه نشجع الناس الكل باش تكون في عندك، نشجع الناس الكل تعمل لي كاستينج وتاخذ فرصها. اما انا ما يعني صار الاتصال عن طريق كاكتوس باش انا مشيت التحق بيه، معناها ما جيتش عرضت قدماتي يعني. يعني تحب تقول اللي تكملوا بعضكم. وكان سي الورتاني فهمني ارتقى يوما انك ارتقى يوما ما شفت من نجم فصيل مو نحطمه يعني ما عنديش مشكله. عندي اسرار شد عليها تصاور وفازيت. هذاك السؤال هذاك السؤال الاخير. السؤال الاخير السؤال الاخير ما نعرفش كي تحب تجاوب عليه. الاخبار السؤال الاخير عفيز يدينا نص دقيقه ما تسالش تنجم تجاوب عليه كما تنجم ما تجاوبش عليه. هل صحيح انه اول ما بديت تخدم في لاباس ممثلين كنت تحب نسمي لك الاسماء قالوا ترد علينا ما يعرفش يكتب فمش علاش موجود تحب نسمي لك اسماء ولا انت تعرف؟ خدمت وقتها اول ما بديت نذكر وقتها بديت عربي الميسني. لا 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 عربي لا لا مش عربي لا 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 فيصل وبسام سمي لك انا ما تكسرش راسك. لا وقتها خلينا صغير وخدمت معاهم دي سكيتش في جوار في جوار اف ام في اذاعه اخرى وقتها في رمضان. بعد ما راني الا في شيء ولا في قالوا له حسب ما صار قدامي الحديث وتصدمت. انتو كاني انا تو نخدم مع نوفل قلت لك شد عليه. واضح بلال المساوي مشكور جدا على الصراحه بتاعك. غدوه عاملين لك شباهيه انت مو سبقت وعملت لك صراحه. شكرا لكم احنا هكا نوصل.